بالذكر مع القرآن، قلوبنا تسمو بالإيمان مع المرقى مع السفرة مع البررة لأعلى مكان، مع الذكر مع البشر مع الروح مع الريحان، مع الدر مع الخير مع الذكر مع القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، أهلا ومرحبا بكم مع القرآن. يشرفنا في هذا اليوم المبارك الميمون أن يكون معنا ضيفين كريمين، نرحب بهما. معنا الشيخ بشير كساب. مرحبا شيخ بشير، أهلا وسهلا بك. معنا الشيخ هشام سلام. يا مرحبا شيخ هشام، أهلا بكم ومرحبا. أيها الإخوة الأحباب، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى بناء على طلب الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات أن نحن نقرأ بإذن الله تبارك وتعالى سورة الكهف. سنظل نقرأ سورة الكهف إلى أن ننتهي منها بإذن الله على يعني حلقات متتالية. طبعا لفضل هذه السورة العظيمة سورة الكهف، نتعلم بإذن الله تبارك وتعالى تلاوتها، نتعلم أحكام التجويد فيها، نتعلم معانيها وما فيها من قصص عظيم وحكم وآداب بإذن الله تبارك وتعالى. سيكون يعني برنامجنا كالآتي: سأقرأ أولا بمرتبة التحقيق، ثم بعد ذلك الإخوة يقرأوا، بعد ذلك هنشرح قاعدة من قواعد التجويد، ثم بإذن الله تبارك وتعالى نستقبل اتصالاتكم. فاسمحوا لنا يعني أولا أن احنا نبقى يعني تقريبا ثلث الساعة بدون يعني مشاركات، لكن إن شاء الله بعد ذلك نفتح الاتصالات. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا
لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نستمع إلى هذه الآيات نبدأ بالشيخ بشير تفضل شيخ بشير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا بارك الله فيك شيخ بشير نستكمل الشيخ هشام تفضل أعوذ بالله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى بارك الله فيك أيها الأخوة الأحباب نتناول يعني طبعا احنا الشيوخ الافاضل بيشرحوا في المخارج والصفات ان شاء الله من المره القادمه نتناول
يعني بإذن الله حكايات الحروف، يعني ناخد حرف حرف من أول الهمزة بالترتيب المخارج إلى آخر حرف بإذن الله تبارك وتعالى. 29 حرف نتناولهم بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقات القادمة، في خلال من خلال الحلقات القادمة شرحا وتفصيلا. النهاردة هناخد يعني قاعدة السكت، لأن هي حكمت علينا. هي طبعا أول آية في سورة الكهف هنا لتجد عند كلمة عوجا، لو كلنا نبص في المصحف عندكم كل واحد ماسك مصحفه يبص يشوف إن في سين على الألف بتاعة عوجا دي. السين دي يعني سكتة لطيفة. إيه بقى موضوع السكتة اللطيفة؟ وكم سكتة في القرآن واجبة وكم سكتة جائزة؟ القرآن الكريم فيه أربع سكتات واجبة وسكتتين جائزة. يبقى فيه كام يا شيخ بشير؟ أربعة واجبة واثنين جائزة. طيب بعد ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نقول إيه؟ إن إيه الفرق بين السكت والوقف؟ الوقف هو قطع القطع عند الكلمة القرآنية أو الوقف عليها بالتنفس، لأن القطع معناه الانتهاء من القراءة خالص، قطعنا القراءة وانتهينا خلاص. أما الوقف فهنا طبعا أنت بتقف على الكلمة القرآنية بتنفس. طيب أمال السكت؟ السكت الوقف على الكلمة القرآنية بدون تنفس. يبقى أول شيء إيه؟ القطع. القطع هو إيه؟ الانتهاء من الإيه؟ القراءة أصلا خلاص، قطعنا القراءة. طيب اتنين، الوقف نحن بنقف على الكلمة القرآنية بتنفس. اتنين تلاتة، السكت هو ايه؟ الوقف على الكلمة القرآنية بدون تنفس. طيب عندنا اربع سكتات، ادي واحدة ولم يكن له ايه؟ ولم يجعل له عوجة. طبعا السكتات دي لحفص فقط، لحفص فقط. عوجا هنا هي طبعا رأس آية، فالوقف عليها أولى من السكت، لكن يعني هب إن المعلم يريد من المتعلم أن يطبق السكتات، عايز يشوف هيسكت إزاي. أي خلي بالك معي، ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، ويكمل هنقولها تاني وهترددوا معايا يا شباب، بس خلي بالكم انا هشوف النفس بتاعكم خدتوه ولا لا. مفيش اخذ نفس خلاص، بدون تنفس. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. تفضلوا. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. جميل خالص. لو انت بقى يعني ايه وقفت عليها وقف هتقول كده، صلي كده لو سمحت. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا، وتكمل خلاص كده. ده بقى ايه الفرق بين الوقف والايه والسكت. طيب دي اول سكتة في القرآن الكريم في سورة الكهف، الآية رقم واحد. حضرتك هتكتب خلفي عشان تعرف مواضع السكتات في القرآن الكريم. اتنين، في سورة ياسين الآية 52. ادي لحضرتك فرصة ان انت تجيب سورة ياسين. يلا خليك معايا كده، سورة ياسين الآية 52. جبناها يا جماعة؟ جماعة اللي معايا جابوها؟ الآية 52 بتقول إيه؟ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. عندك قلي وتحت القلي سين، هنا يعني الوقف، هنا يعني وقف تام يعني. أمال إيه؟ السين دي حكايتها اللي هي السكتة اللطيفة. قال لك ازاي؟ اول حاجه عوجا، لو انت قلت عوجا قيما يبقى انت جمعت بين الضدين. تاني حاجه لو انت قلت مرقدنا هذا ما وعد
يبقى الرحمن وصدق المرسلون، يبقى حضرتك هنا خلطت بين قول الكافرين وقول الملائكة. قالوا يا ولنا من بعثنا من مرقدنا، هذا قول الفجار والكفار. مش كانش عايزين خلاص، كانوا عايزين يبقى دي الموتة الأخيرة خلاص. وبعدين الملائكة قالت لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق الايه المرسلون. فعشان تفصل بين قول الفجار وقول الايه الابرار خلاص، يعني ما ينفعش تقول ما بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون على بعضها كده، لا. طب هنا بقى هنسكت سكتة لطيفة، بص لحضرتك بقى بص لي وانا هسكت عشان تتعلم السكت بدون تنفس. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، شايف؟ من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. يلا يا شباب قالوا يا ويلنا. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. جميل، يعني نخلي بالك السكتة كمان لها وقت معين، يعني مش تقول لي مثلا مرقدنا وتروح حضرتك تشرب شاي وتيجي وعن تقول هذا ما وعد الرحمن، لا يعني ايه مقدارها حركتين يعني، ماشي؟ طيب دي بالنسبة. طب لو احنا وقفنا هنقول ايه؟ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، وهتكمل. طيب هنا السكت أوله ولا الوقف؟ أقول لك برضو الوقف، لأن الوقف هنا تام، وفي سورة الكهف كانت رأس آية، بالوقف أولى برضو، ماشي؟ بس أنت طبعا عايز تطبق السكت زي ما قلت لحضرتك كده. طيب ثالث موضع بعد ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم برضو سورة القيامة، طلعها معايا الآية 27، وقيل من راق. بص لي كده لو سمحت، عندك عند من؟ يا رب تكون طلعت سورة القيامة، سورة القيامة 27 يا جماعة. إيه من راق؟ النون هنا عليها سين، اهي مرسومة السين اهي، ومعاها في الهامش كده قال لك سكتة لطيفة على النون. يبقى هنعمل ازاي بقى لما ننطقها نقول ايه؟ وقيل من راق، هعيدها تاني، وقيل من راق، وقيل من راق. يلا يا شباب. وقيل من راق، وقيل من راق. جميل خالص، احسنتم. يبقى ده ايه؟ ايه طب قال لك ايه يعني حفص؟ قال لك ايه وقلت وقيل من راق، يعني ايه بائع المرقه، بيبيع مرقه يعني. لا، وقيل من راق، وقيل من راق. راق هنا يعني من يرقي، هذا اللي بيطلع الروح ده من يرقيه؟ هتقولوا الدكاتره مفيش فايده. اه يعني هنا ايه من الرقيه يعني. وقيل من راق. طيب لو وصلنا نقول ايه؟ وقيل من راق وظن انه الفراق. خلاص كده يا جماعه. طيب رابع سكته اللي من السكتات الواجبة، طلع لحضرتك سورة المطففين الآية 14، سورة المطففين الآية 14. يلا كده لو سمحت، ايه طلعتها ولا لسه؟ انا طلعتها اهو، الآية 14. قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. خلي بالك الوقف عند كلا هنا وقف جائز، حلو كده؟ كلا، خلاص كده؟ طب انا عايز بقى تخلي بالك معايا في الموضع ده بالذات، انا هفرق لك دلوقتي بين الوقف فهجف عند كلا، والسكت فهجف عند ايه؟ بل، لم بل. لو سمحت خلي بالك معايا جدا.
كلا ردع وزجر عن الكلام بتاعهم السابق بتاع الايه تكذيب الايه الكفار بالقران يعني ماشي كده. طب هقول ايه كلا، انا خدت نفس اهو، خلي بالك معايا، عند ما اقف عند بال ام اسكت عند بال مش هاخد نفس. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هقولها تاني. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يلا يا شباب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لا ده انتوا النهارده منورين خالص ومصحصحين معايا. طيب سيدنا بقى عثمان بن مراد رحمه الله عليه جمعهم في السلسبيل الشافي في بيت واحد، يا رب كده حضرتك تكتبها معايا. قال لك واسكت على مرقدنا مراقي وعوجا بران باتفاق. جميل ولا مش كده؟ هنقولها مع بعض. هتقولوا معايا بقى. واسكت على لا سمعوني الاول. واسكت على مرقدنا مراقي. واسكت على مرقدنا مراقي وعوجا بران باتفاق. وعوجا بران باتفاق. طب اسمعوا انتم مني بقى كده عشان تكتبوها بقى لو سمحتوا. واسكت على مرقدنا مراقي وعوجا بران باتفاق. واسكت على مرقدنا مراقي وعوجا بران باتفاق. خلاص هم الاربع سكتات اللي متفق على الوقف السكت عليهم في القران كله. لو سمحت خلي بالك معايا، معلش انا هطول عليكم النهارده. خامس سكته وسادس سكته بس اللي هم الاثنين الجائزتان. طلع لي لو سمحت بسرعه اخر سوره الانفال، بس خلي بالك مش هيرسموا سين هنا. آخر سورة الأنفال قال تعالى إيه؟ إن الله بكل شيء عليم. إن الله آخر سورة الأنفال. هتقول لي صفحة كام يا شيخ؟ هقول لحضرتك 186. صفحة 186. 186 أحسنت يا شيخ هشام. إن الله بكل شيء عليم، آخر آية في الأنفال مع أول آية في براءة اللي هي التوبة، سورة الفاضحة، فضحت المنافقين، كشفت سترهم خالص. طب هنعمل ازاي؟ هنقف. قال لك وبين أنفال وتوبة أتى سكت ووصل ثم وقف يا فتى. بس يبقى ثلاث حاجات. أول حاجة هنقف بتنفس. إن الله بكل شيء عليم. براءة وهتكمل يعني. طيب الوصل إن الله بكل شيء عليم. براءة عليم براءة. خلاص كده. طيب امال بقى السكت، بص معايا لو سمحت. إن الله بكل شيء عليم. براءة عليم براءة. يلا إن الله بكل شيء عليم براءة. يلا السكت. إن الله بكل شيء عليم براءة. جميل. آخر سكتة خش معايا على طول في سورة الحاقة. صفحة كام يا مولانا؟ سورة الحاقة صفحة 566. هي وقع في آية 567 مصحف المدينة اللي هي ايه؟ ما أغنى عني مالية. هتلاقي سين عليها، هلك عني. فيها ثلاثة برضو. الوقف بتنفس
رأس آية. والسكت والوصل بإدغام الهاء في الهاء. خليك معايا بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هنيجي على الوقف الأول بتنفس يا شيخ هشام، خلي بالك معايا. ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. خلي بالك، ماليه، كتابيه، سلطانيه، الكلام ده هو كله اللي هي الهاد بيسموها هاءات السكت، وحسابيه. بس ليه؟ عشان نبين حركه الياء اللي هي الفتحه. حسابيه، ماليه، كتابيه، خلاص كده. طيب ده تاني حاجه اللي وصلها ببعضها. خلي بالك، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. عايزه قوه دي. خلي بالك من السكت بقى اللي هو موضوعنا. اي ما أغنى عني ماليه، لا ما لو سمحت، تاني كده. ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. مرة أخرى. ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. تفضل. ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. بترقيق الايه؟ اللام. سلطانيه. جميل. سلطانيه. جميل. طيب ما ادري يعني هل تلت ساعه فات ولا ايه؟ يا الله. طيب نستقبل الاتصالات وبعدين نتكلم عن فضائل سوره الكهف بعدين. ام احمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوان شيخنا الفاضل. بارك الله فيك يا أم أحمد. ازيك يا شيخ حمدي؟ الله يبارك فيك. بارك الله فيك وفي ضيفيك الكريمين. اللهم آمين يا رب. ربنا يحفظك. الصحة والجمال والعاملين يا بها والقائمين. اللهم آمين يا رب. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. تفضلي يا حضرتك. أقرأ إن شاء الله. تفضلي ابتدي. أنا بقرأ بكسر المنفصل. طبعًا ماليش في السكت. اقصري المنفصل تمام، بس ماشي تفضلي. لا ماليش سكت صح؟ لا، هو الموضوع فيه تفصيل، هو الموضوع فيه تفصيل بالنسبه للقصر المنفصل من طريق المصباح في سكت زي الشاطبيه بالظبط. انا اقصد طريق الشاطبيه. انت هتقراي قصر المنفصل. يلا، بس هو اللي بيقرا قصر المنفصل ينبغي ان يقرا يكون قارئ من طريق. لكن اتفضلي. الحمد لله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا ينذر. فخم الراء أم أحمد. أم أحمد فخم الراء. عوجا، أنا عايز تقولي كلمة عي بس تكسري العين كويس. يلا. ولم يجعل له. ولم يجعل له عوجا. تمام. قيما لينذر بأسا. لا ينذر. شديدا من لدنه. ينذر. فخم الراء شوي. لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. افسر الميم كويس. علمي وبعدين تغني. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. معلش. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يا أم أحمد. نعم.
الوقف عند اثارهم غير جائز، وقف قبيح. ليه؟ ليه؟ صلى على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فلعلك قاتل نفسك ومهلك نفسك على اثر قولهم على عدم الايمان بك وبكتابك. ماشي كده؟ فهنا المعنى لسه ما خلصش. اتفضلي. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يا أم أحمد، نعم، جزاك الله خيرا كثيرا وجزاك عنا إن شاء الله رب العالمين. معنا يا أخوانا فاصل ثم نعود إليكم، فانتظرونا. مع الضر مع الخير مع الذكر مع القرآن، مع الذكر مع القرآن قلوبنا تسمو بالإيمان، مع المرقى مع الصفرة مع البررة لأعلى مكان، مع الذكر مع البشر مع الروح مع الريحان، مع الدر مع الخير مع الذكر مع القرآن. سنعود للإعلان على شاشة الصحة والجمال. يرجى الاتصال على 011-211-0682. بعد هذا الفصل نستقبل اتصال الحاجة عائشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحاجة عائشة. ازيك يا سيدنا؟ الله يحفظك يا رب. بارك الله فيك وربنا ربنا يزيدك علما يا رب. اللهم امين نحن واياكم يا رب. اقرأ تفضلي من اول. إنا جعلنا ما على الارض. إنا جحاضر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قلقين الباء كويس. لنبأ. لا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. تمام. وإن إنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا.
ثم بعثناهم لنعلم أي الحسبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. طيب ما شاء الله يا حجة عائشة. نعم احنا واقفين عند الآية 13 ما شاء الله تبارك الله. طيب بارك الله في حضرتك. نحن طب انا عندي سؤال حضرتك. اتفضلي. بالنسبة للسكت هنا لما بنيجي نقرأ بشعبة ما بقاش في سكت. صح. نعم صح تمام. ايوة. طب هل هنا المعنى بيتغير؟ لا لا هو حفص ده اختيار حفص يعني بالنسبة للسكتات لو احنا بالنسبة لهنا المعنى مش هيتغير بالنسبة تقصدي في عوجا يعني خاصة. ايوة. طيب شوفي كده حضرتك الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا. لا هنا حضرتك. أيوة أيوة معاك. مران أنت بتكلمي في إيه؟ أقصد في الـ في الـ في الـ في مران حضرتك قلت لو وقفنا برانا. برانا على طيب هنا بالنسبة لهنا البس الأول هو أصلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا في تقديم وتأخير. نعم. بالنسبة لحضرتك لبرانا كلا برانا على قلوبهم بقول لحضرتك المعنى مش هيتغير ولا حاجة بس ده حفص اختار السكت وعلل كده يعني بعض لما قال لك لا لو هو وصل لو توصلت هيبقى كذا فده لكن السكت اختيار حفص بس اختار حفص السكت بس لكن اما تيجي توصلي بالقراءات الثانيه او الروايات الثانيه مفيش اختلال في المعنى ولا حاجه. شكرا يا حاجه عائشه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحاجه خديجه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. بارك الله فيك يا شيخ حمدي. الله يحفظك ويبارك فيك. وبارك في ضيوفك الاعزاء. الله يحفظك. وبارك في جميع العاملين الله. في القناه والمؤلفين عليها اللهم والقائمين عليها. اللهم امين يا رب. وبارك في جميع المشاهدين والمشاهدات. ربنا يحفظك ولك بمثل ربنا يبارك فيك. ابدا ان شاء الله. تفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. رقيق التاء اتخا والذين اتخذ الله ولدا وينذر الذين بس وصلها على بعضها دي كلها وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا على الأرض زينة لها زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. بارك الله فيك يا حجة خديجة. الله يبارك فيك. أنت طبعا عشان قصر النفس. نعم. فبتقطعي الآيات بهذا الشكل ده شيء عادي جائز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب.
جزاك الله خير. طيب احنا قلنا يا حاجه انت معانا حاجه خديجه لسه؟ معانا يا حاجه خديجه؟ معاك يا فندم. احنا قلنا بقى عوجا عندها ايه؟ معاك يا شيخ حمدي. الله يبارك فيك. عوجا عندها ايه؟ السين دي اسمها سي دي عوجا؟ دي غنة. عوجا صح بس السين ساكتة دي طبعا. ساكتة ساكتة ايه؟ لطيفة خلاص؟ ساكتة يعني ممكن نقف عليها وممكن نقف في ممكن الآية. نسكت عليها وممكن نقف عليها. ممكن نقف في نهاية الآية. جميل خالص. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك لك يا رب. جزاكم الله خيرا يا حاجة خديجة. معانا أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم محمد. على النبي. اللهم صل على نبينا محمد. الآية كاملة لو سمحت معلش. حضرتك إن جعلنا ما على الأرض الآية السابعة. بارك الله فيك وفي ضيفيك الكريمين. ربنا يحفظك يا أم محمد. ربنا يحفظك وبارك فيك. اللهم آمين يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صعيدا جرزا. صعيدا جرزا. لا جرو ضم الراء. جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. بس رقيق الكاف. لدنك رحمة. لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. طب يا أم محمد. نعم. الوقف عند رحمة وقف جائز للفصل بين الدعائين. يعني ربنا آتنا من لدنك رحمة أدي دعاء وهيئ لنا من أمرنا رشدا أدي دعاء. يعني حتى لو نفسك وقف هنا عند رحمة وقلت وهيئ لنا فهذا وقف جائز. تفضلي. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. غني بس بدون من لدنك رحمة. يعني ادغام بس بدون غنى. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. يا ريت حضرتك تحرقيق الهمزة في نسبة الأحصى. أحصى أحصى. أي الحزبين أحصى هكذا؟ تمام. أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. رقق النون. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أحسنت يا أم محمد. سؤال. ربنا يبارك في حضرتك. السؤال نسأل. تفضل. نحن نقص ديت دي حكمها ايه او علاقه بينها ايه؟ نحن اظهار مثلين. لا نحن نا اظهار مثلين. اسمه مثلان ايه؟ كبير ولا صغير ولا مطلق؟ لا مطلق. نحن عشان الاول مضموم والثاني الاثنين متحركين يبقى كبير. ايوه احسنتي. يبقى ده مثلان ايه؟ مثلين كبير. كبير. نحن نا. جميل احسنتي. جزاكم الله خير يا ام محمد. جزاك الله خير. ربنا يحفظك يا رب. الحاجه عائشه بتقول طيب ناخد ام اشرف الاول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ام اشرف. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا ام اشرف. الله يبارك فيك يا
ربنا يبارك فيك وفي ضيوفك الكرام. ربنا يحفظك. هل اقتراح سورة الكهف ده اقتراحك صح؟ والله كتر الف خيرك انك لبيت الطلب يعني متشكرين جدا. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. اتفضلي. يلا ابدأ. بسعد باللقاء معاك والله بسعد بالقراءة معاك. الله يحفظك يا ام اشرف ربنا يبارك فيك. اتفضلي حضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أنا عايز في حضرتك يا أم أشرف تفخمي الخاء شوية. الذين قالوا اتخا اتخا مفخمة. اتفضلي. مفخمة. اتفضلي قوليها تاني اقرأها تاني. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت كلمة. كلمة. ماشي. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع باخي اكسر الخاء كويس باخيع فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يا أم أشرف. نعم. السؤال. نعم. الحمد يلا حللي كلمة الحمد لله أول كلمة في كلمتين في السورة الحمد. الحمد لله اللام اللام مظهرة. أول حاجة الهمزة. قمرية. اللام قمريه صح ايوه والحاء مرققه اه والميم مرققه كلها مرققه مد طبيعي ولله مد لله اللام هنا مرققه لان مكسور ما قبلها ايوه ولله الالف مد ايه طبيعي طيب الذي طبيعي. الذي انزل الذي انزل اللام هنا شمسيه ماشي واللام شمسيه والزال بتخرج من طرف اللسان تمام متساويه والذي انزل هتبقى مد منفصل تمام ماشي انزل فيه هنا اخفاء تمام على كلها مرققه ومد طبيعي تمام على عبده العين مرققه والباء مقلقله عبده مد طبيعي لا لا عبده الكتابه مفيش مد الكتابه الهمزه هنا تسقط اه واللام قمريه ايوه واللام قمريه والكاف مرققه والتاء مرققه وفي مد طبيعي تمام والباء مرققه تمام ولم يجعل ولم الميم هنا حكمها ايه؟ مظهره بتاخد اظهار شفوي احسنتي تمام يجعل له لام مع اللام اسمه ايه؟ نعم ويجعل له اللام مع اللام في هنا ادغام بدون غنة ادغام مثلين احسنتي له عوجة هو الواو دي ايه مد ايه له في هنا مد طبيعي مد صلة كبرى مد صلة صغرى صلة كبرى الواو دي مد صلة صغرى مد صلة صغرى حركتين ايوه عوجة نكسر العين وهنا عوجة الوقف هنا هيبقى مد عوض مد عوض عن التنوين عن التنوين احسنتي جزاكم الله خيرا يا ام اشرف ربنا يحفظك يا رب معانا الحاجه كريمه السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مرحبا حجه كريمه اهلا بيك يا شيخ حمدي بارك الله فيكم في ضيوفك الكرام الله يبارك فيك شكرا ان شاء الله اتفضلي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أنا عايزك ترققي العين كمان شوية صعيعي صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم شوية يا حاجة كريمة. نعم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يا سلام يا حجة كريمة جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. قراءة تدل على أن حضرتك بتتلقي القرآن. طيب ربنا انت حضرتك بقى قلت زينة لها وبعدين رجعت قلت زينة لها لنبلوهم. ايوه ده وقف صحيح وكويس جدا انت عملت كده. طب ليه؟ لتكملة المعنى. وكمان ليه؟ لان احنا لو قلنا لنبلوهم ايهم لا طبعا فاللام هنا طبعا لام تعليل. ايوه يعني احنا جعلنا مع الارض زينة لها ليه؟ لنبلوهم ايهم احسن عملا يعني اخلصه واصوبه. ايوه ربنا يحفظك يا رب. طيب نسال سؤال ولا بلاش؟ اتفضل. طيب او يلا حللنا من اول قيمه لينذر. يلا قولي لي السكتات الاربعه ايه الاول؟ ها يلا. السكتات الاربعه اللي هي في سوره الكهف عوجا. طيب وسوره ياسين مرقدنا هذا. تمام. في سوره القيامه من راق. تمام. في سورة المطففين بل رانا. بل رانا. طيب رانا انت انا قلت بيت كده شعر كده حفظته. يلا. واسكت على مرقدنا من راقي من راق ولا من راقبة من راقي من راقي وعوجا بل رانا باتفاقي. يا سلام ايه العظمة دي. الله يكرمك ما شاء الله حجة كريمة جزاكم الله خيرا. احسنتي ما شاء الله. طيب الحاجة عائشة بتقول ايه؟ مراق احنا عايزين نوضح دي بس. وبرانا برانا احنا هنا طبعا قالوا برانا يعني مثنى بر بران يعني هنا بالنسبة لحفص يعني قال ايه سكت عشان. طيب ناخد ام سامح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ خالد ازي حضرتك؟ انا بدا الشيخ حمدي اخو الشيخ خالد. اهلا وسهلا بارك الله فيكم وفي ضيفك الكرام. سلمكم الله ربنا. الله يبارك في عمرك جزاكم الله عنك الف خير. الله يحفظك يا رب. اقرا مع حضرتك ان شاء الله. تفضلي. من اول الحمد لله. الحمد لله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أنا عايز بس حضرتك يا أم سامح. نعم. هتسكني اللام بتاعة الحمد الحمد وتكسري لام وتكسري عين عوجا. يلا تاني. تفضلي. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. 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 قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. طيب انا عايز تقولي بقى الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. ان لهم على طول. ان لهم اجرا حسنا.
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. صليها على بعضها يا أم سامة. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. تمام. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يا أم سامح. نعم. قولي تاني بأسا شديدة. مستمع حضرتك يا شيخ. حضرتك كريري ورايا بأسا شديدة تفضلي اقرأيها يعني. حاضر. في الأول لينذر بأسا شديدة قيما لينذر بأسا شديدة اقرأيها تاني آية يعني تاني آية. حاضر. لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين أحسنت. الذين يعملون الصالحات. أحسنت يا أم سامح. طيب أسألك في التجويد مثل ما حضرتك يا شيخ. أسألك في التجويد. ماشي على قد هذا وبقول حضرتك ماشي. ربنا يكرمني وأعرف يا رب. من لدنه نون بعدها لام اسمه إيه؟ ده إدغام. إدغام بغنة ولا بغنة؟ إدغام بغنة. لا يعني بغنة ولا بدون غنة؟ لا بغنة. إدغام بغنة. لا طب يعني أقول مل لا إدغام من غير غنة ناقص. أحسنت. إدغام بإيه؟ من غير غنة. بدون غنة. بدون غنة. طيب الإدغام بدون غنة مع إيه وإيه؟ حرف إيه وإيه؟ مع اللام والراء. والراء. احسنت يا ام سامح. ما شاء الله. بارك فيك يا شيخ. بارك الله فيك. بارك الله في حضرتك وفي ضيوفك الكرام والقناه والقائمين عليا. اللهم امين يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه. ناخد يا شيخ بشير. الحمد لله. قول لنا كده حديث في فضل سوره الكهف. يلا. سوره الكهف ورد حديث. علي صوتك طبعا. ورد في سورة الكهف حديث أن من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة كان له نور بين الجمعتين وهذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الصحيح من قرأ سورة الكهف وفي إحدى الروايات كما أنزلت كان له نور من مقامه إلى البيت العتيق. جميل. يبقى من قرأ سورة الكهف كان له ايه؟ كما أنزلت. خلي بالكم يا جماعة كما عشان أم أشرف جزاها الله خير هتاخد أجر الناس دي كلها إنها اقترحت إن احنا نقرأ سورة الكهف. فهنا الحديث بيقول ايه؟ من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كان له نور من مقامه إلى البيت العتيق اللي هو البيت الحرام في مكة. وفي لفظ آخر الرواية الثانية إيه؟ لفظ كان آخر. له نور ما بين من مقامه إلى مكة. كان له نور من مقامه إلى إيه؟ مكة. إلى مكة. ده حاجة عظيمة خالص. بس يا شيخنا الحديث بتاع كان له نور بين الجمعتين مش الجمهور يعني قال الجمهور يعني ذهب الجمهور العلماء على قراءتها يوم الجمعة. نعم. ففضل هذه السورة فضل عظيم جدا. طيب في حديث آخر عن فضل سورة الجمعة. نعم. قراءتها فضل قراءتها لها ما اللي هو إيه؟ من حفظ أو حفظ شيء منها. حفظ 10 آيات من سورة الكهف. روى مسلم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وفتنة الإيه؟ الدجال. المسيح الدجال. يبقى إيه؟
يبقى فضل عظيم جدا. احنا ما دخلنا 13 آية، عايزين نحفظ العشر الأوائل من سورة الكهف إن شاء الله المرة الجاية نسمع حضراتكم وانتم بتسمعوها لي. ايه من حفظ عشر آيات من سورة الأول لسورة الكهف عصم من الدجال. إيه الرواية الثانية من ايه؟ من حفظ العشر الأواخر. من حفظ العشر الأواخر. نعم. من سورة الكهف. نعم. يبقى ايه برضه عصم من ايه؟ من فتنة الدجال. من فتنة الايه؟ الدجال. نعم. يبقى ده شيء فضل عظيم جدا اللي هي فضل سورة الايه؟ الكهف. اذا يا اخوانا نحافظ على قراءة هذه السورة بإذن الله تبارك وتعالى، نتعلم أحكامها في خلال قراءتنا. طيب الحمد لله الذي، اقرأ يا شيخ الآية الأولى كده على ما جينا اتصالات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. جميل. احنا بننبه الإخواننا اللي بيقراهم ان احنا الحمد لله، بصي لو سمحت كده، الحمد لله، ادي دال مضمومه ولام مكسوره، وفرق بين اللام بين الضم والكسر في تباعد، فعشان كده ما تقولش الحمد لله، لا الحمد لله، ادي حاجه. الحاجه الثانيه ولم يجعل له، ما نقولش عوجا ع، لا عوجا عوجا، نقرأها يا شيخ هشام كده، ولم يجعل له عوجا ثاني كده. ولم يجعل له عوجا. مع بعض. ولم يجعل له عوجا. جميل خالص. هنا بقى نخلي بالنا، قيما لينذر بأسا يعني عذابا شديدا، أنزل الله هذا القرآن العظيم ليخرجنا من الظلمات إلى النور، لينذر بأسا شديدا ويبشر المؤمنين بأن لهم أجر حسن هو الجنة. فهنا خلي بالك، أما ننبه بس على الوقف اللي الناس كتير بتقف عنده وهو خطأ، يقول لك قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. الخطأ بقى أن أنت تقول ويبشر المؤمنين، تبدأ من هنا. ليه؟ لأن يبشر معطوفة على ينذر، يبقى القرآن لينذر ويبشر، واللام هنا لام الإيه؟ التعليل ده دخلت على الفعل المضارع فهنا اتنصب اهو، فما ينفعش ان احنا نفصل يبشر عن ينذر، اللي دي يبشر معطوفه على ينذر ومنصوبه زيه، يبقى طب واحد نفسه قصير، نفسه قصير يعمل كده اهو، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين، ويرجع تاني يقول ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الوقف الآخر الخطأ اللي الناس بتقع فيه برضو، أو كثير من المقرئين بيقعوا فيه، اللي هو إيه؟ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وبعدين حضرته يروح واقف وبعدين يقول إيه؟ أن لهم أجرا حسنا. لا، ده هنا أن المفتوحة لا يبدأ بها، دي حاجة. اتنين، ان يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، بماذا يبشرهم؟ بأي شيء يبشرهم ان لهم ايه؟ اجرا حسنا. فانت ما تقف عند المبشر وتسيب المبشر به غلط. يبقى احنا ايه؟ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، على بعضها كده خلاص كده؟ أجر حسن اللي هو الجنة. ماكثين يعني ايه؟ احنا عايزين نعرف بس باقي من الوقت كم عشان ايه يعني ايه نعمل حسابنا. يعني ماكثين يعني ايه ماكثين؟ اي خالدين. خالدين باقين. باقين. يعني ربنا سبحانه وتعالى من فضله وكرمه الجنة، خلود في الجنة، وخلود ايضا في النار، بس الله السلامة يعني. لذلك الدنيا فانية والآخرة إيه؟ باقية. لذلك كما قيل، لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان أحرى بالعاقل أن يفضل الخزف الباقي على الذهب الإيه؟ الفاني. ده خزف بس هيخال استنى، لكن ذهب فاني خلاص. طيب وينذر الذين
طيب هناخد فاصل ونعود إليكم فانتظرونا. مع القرآن قلوبنا تسمو بالإيمان، مع المرقب مع السفرة مع البررة لأعلى مكان، مع الذكر مع البشر مع الروح مع الريحان، مع الدر مع الخير مع الذكر مع القرآن. سنعود للإعلان على شاشة الصحة والجمال. يرجى الاتصال على 011-211-0682. مع القرآن قلوبنا تسمو بالإيمان، مع المرقب مع السفرة مع البررة لأعلى مكان، مع الذكر مع البشر مع الروح مع الريحان. معنا أول اتصال، مين حضر من إن شاء الله معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب نستكمل. طيب شيخ بشير، الذين يعملون الصلاح تفضل. هي الأعمال التي جمعت الإخلاص والمتابعة. أيوة، يعني العمل يكون خالص لله. نعم، وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهي مثوبة من الله تبارك وتعالى إلى المؤمنين، أي الجنة أعدها الله عز وجل للذين يخلصون في الأعمال ويبتغون وجه الله تبارك وتعالى. جميل، ربنا يحفظك. معنا أم محمد من الغربية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أم محمد. جزاكم الله كل خير إن شاء الله. الله يبارك الله فيكم، ربنا يحفظك حضرتك. الله يبارك فيك. ممكن حضرتك نبدأ إن شاء الله؟ تفضلي. من أول فين إن شاء الله؟ الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. تاني، قيما لينذر يعني رقيق فخيم. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. رقيق النون شوية يا محمد. يعملون الصالحات. يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. قبل ما تخش على الغنة اكسري علمي ميو، يعني اول كسر الميم. اتفضلي.
ما لهم به من علم ولا لآبائهم. تمام. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إن لم يؤمني اكسر الميم أحسن من كده. حاضر. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يا أم محمد. نعم. ربنا يحفظك. عايزين تحللنا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. يلا. فينا حتة تاني آية. تاني آية. حاضر. عندنا القاف ديت تاني درجة من تاني مرتبة من مراتب التفخيم. تفخيم أحسنت. وعندنا ليه مرققة مكسورة وبعدين مشدودة يعني نتك عليها أو في الكسر شوية. نتك عليها في التشديد شوية. تمام. تشديد شوية. والميم عندنا مرققة وبعدين عندنا هنا لينذر عندنا إضغام كامل بدون غنة لأن عندنا تنوين بعده اللام. تمام. واللام عندنا برضو مكسورة مرققة والنون عندنا هنا ساكنة ففي بعدها الذال عندنا هنا إخفاء حقيقي وعندنا الراء هنا إذا وقفنا عليها وقبلها مكسور هتبقى مرققة لكن احنا هنا الراء هنا مفتوحة تبقى مفخمة وعندنا الباء هنا مرققة وعندنا الهمزة هنا محققة وعندنا السين هنا مرققة وبعدين بأسا شديدة عندنا إخفاء حقيقي وعندنا الشين هنا فيها التفشي والدال مكسورة مرققة وعندنا هنا الياء مرققة وبعدين لو وقفنا عند شديدة يبقى مد عوض لكن نقف عليه بحركتين يعني مد عوض لكن لو وصلنا هيبقى هنا فيه عندنا إضغام كامل بغنة لأن عندنا تنوين وبعده الميم المشددة وعندنا النون هنا ساكنة بعدها اللام هيبقى عندنا هنا إضغام كامل بدون غنة أحسنت. وعندنا الدال هنا مرققة والنون ساكنة والهاء مرققة وبعدين عند الوقف عند اللدن هو لازم الهاء نظهرها لأنها ضعيفة لو وقفنا عليها وعندنا الواو مرققة والياء هنا مرققة آخر سؤال يا أم محمد ما شاء الله تبارك الله يعني تحليل كامل متكامل جزاك لو احنا وقفنا عند لدنه وبعدين قلنا يبشر المؤمنين ما حكم الوقف على لدنه عندنا الهاء هنا عندنا هنا عندنا الهاء هنا بتاع الضمير قبلها ساكن فعندنا هنا فيه اشمام وروم لا بس انا بتكلمش عن كده أمان انا بتكلم عن حكم الوقف يعني هل يجوز ان احنا نقول ما دون وبعدين لا ما يجوز لا طبعا لان يبشر معطوف على ينذر لا ما يجوز احسنت لازم نقف عند يبشر المؤمنين ونرجع نقول ويبشر المؤمنين احسنت يا ربنا من علم سيادتك جزاك الله خيرا الله يعني احنا بنتعلم من سيادتك ربنا يحفظك يا محمد احنا يعني كلنا بنتعلم ان شاء الله ربنا يحفظك يا رب وزادك الله علم أم أنس السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يحفظك تفضل يا أم أنس تفضل حضرتك ابدأي من آية 8 وإنا لجاعلون ما عليها تفضل حاضر حاضر الآية 8 لا علي صوتك شوية لو سمحت حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ تفضلي
ام انس الاتصال قطع، نرجو ان حضرتك تحاولي تاني. وام انس تقريبا اول مره تتصل بينا، ربنا يبارك فيك ام انس. يا شيخ بشير ناخذ الحاج احسان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حاج احسان. عليكم ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. انا فاضل زي حضرتك شيخ حمدي. سلامكم الله. ربنا يبارك في حضرتك وفي ضيوفك وكل القائمين على القناه. جزاكم الله خيرا يا حاج احسان. ابدا من الاول. اتفضلي من اول الصوره يا شيخ حمدي. مفيش مشكله، اتفضلي. الحمد لله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. كويس، بس أنا عايز الذال ترقق عن كده. لينذر لينذر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. سكني الميم شوية يا حاج حسن. أن لهم أجرا. حضرتك تضغطي أوي يا شيخ حمدي. أن لهم أجرا. أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وينذر ركز الذال. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ولا لآبائهم. ولا لآبائهم. لا 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 مد شوية. ولا لآبائهم. ولا لآبائهم. حاج إحسان عندك ولا المد طبيعي. ولا لآبائهم. تفضل. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. على آثارهم إن لم يؤمنوا. صليها على بعضها. فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. تمام. إن جعلنا. نعم. كملي حضرتك. إن جعلنا. أكمل؟ كملي الآية اللي بعد. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. لنبلوهم أيهم أحسن عملا. جزاكم الله خير يا حاج إحسان. نعم. عندك أن لهم. نعم حضرتك خالص صوت بعيد جدا. صوت بعيد. يا رب يجرب البعيد إن شاء الله. أن لهم أجرا حسنا. الآية كام؟ الآية 2. الآية الثانية ماشي. أن لهم أجرا حسنا. شايفاها؟ آية كام؟ أنا مش واخدة. آية 2 السطر الثالث. ماشي. يلا يلا حلليها بسرعه. حاضر حاضر حاضر. ان لهم. يلا. ان لهم الهمزه محققه طبعا عشان همزه قطع والنون مشدده بمقدار حركتين. واللام مظهره. ايوه. والهاء من حروف الهمز. والميم مظهره. من عشان سكنه وبعدها همز برضو. هاي اسمه اظهار ايه؟ قلقلة. اسمه اظهار ايه؟ الميم بعدها همزه اظهار ايه؟ الجيم مقلقله. لا اقصد الميم بعدها همزه. لهم اجرا. لهم اجرا اظهار ايش؟ لهم اجرا اظهار شفوي. اظهار شفوي. اسمه اظهار شفوي. لهم اجر اجرا حسنا. يلا اجرا الجيم ايه؟ للمؤمنين ولا تقصد ايه؟ لا لا ان لهم اجرا ان لهم اجرا حسنا. الجيم مقلقله. والراء مفخمه ولو وقفنا عليه يبقى مد عوض. تمام. طيب اجرا حسنا تنوين بعده حاء. حسنا الحاء برضو من حروف الهمس والسين من حروف الهمس كلهم مفتوحين. لا يعني تنوين بعده حاء اسمه ايه بقى؟ يبقى اظهار. ايوه اظهار ايه؟ اظهار حلقي. احسنتي. وحسنا لو وقفنا عليها هندي مد عوض. هتدي مد عوض ما شاء الله. ان شاء الله. تبارك الله ربنا يبارك فيك يا حاج احسان.
ينفع بك يا رب. نعم. الحاج ام وليد، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله يا حاج ام وليد. السلام ورحمه الله وبركاته شيخ حمدي. يا مرحبا، ربنا يكرمك ويديك الصحه والعافيه ويجزيك خير يا رب. الله يسلمك. ربنا يبارك ان شاء الله. هتقرا من اول ان وانا لجاعلون ما عليها الايه 8. حاضر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صعيدا جرزا. سعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى لفتيته إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. بارك الله فيك يا حاجة أم وليد. طب اسألني بقى سؤال. أسألك طبعا إن شاء الله. طيب يا ست، عندك هنا نحن نقص عليك نبأهم بالحق، مين بعدها باء؟ نبأهم بالحق اسمه إيه ده بقى؟ ده هنا في كلاب. لا إخفاء. ايوه اخفاء ايه؟ اخفاء نبأ ايه؟ حقيقي ولا شفوي؟ ايه؟ اخفاء حقيقي ولا شفوي؟ حقيقي. طب بس فكري دي مين؟ نبأهم بي. نبأ اخفاء شفوي. اخفاء عشان الباء الميم بتطلع من الشفتين. نبأهم بالحق. طيب انهم فتية آمنوا. إنهم في أدي ميم بعدها فاء اسمه إيه؟ هنا برضو في هنا ساكنة ميم ساكنة. تبقى إظهار شفوي برضو. إظهار شفوي أحسنتي. فتيات آمنوا تنوين بعده همزة اسمه إيه؟ نعم. فتيات آمنوا تنوين بعده همزة اسمه إيه؟ ده هنا هو بقى هنا في إظهار. أيوه. وبعد منه إظهار إيه؟ مد بدن. إظهار إيه؟ إظهار حلقي. حلقي وآمن ومد بدن أحسنت. مد بدن؟ أنت ما شاء الله في الأحكام النظرية حاجة مواليد كويسة جدا. ربنا يخليك. بس أنا عايز بقى الإيه التطبيقية. حضرتك سؤال بس واحد بعد إذنك. التطبيق ربنا يعلمنا إياه. أنت قلت أربع سكتات. آخر سورة الأنفال. ما فيهاش عندي سكتة اللي هي حرف السين. أنا ما فيش السين صح، بس هي سكتة جائزة يعني. نعم. ما فيش علامة السين. ما فيش عشان علامة السين يعني هي برضو تبقى سكتة برضو ولا عشان آخر السورة يعني. عشان آخر السورة بس ما فيهاش علامة السين. ماشي جزاك الله كل خير، ربنا يزيدك من عم. الله يبارك فيك، ربنا يحفظك. طيب يعني سبحان الله الوقت مر سريعا، لم يبقى إلا دقائق معدودات. ننبه على بعض يعني الأشياء في الوقف والابتداء. قلنا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما ينفعش ان احنا نقول ايه وينذر الذين قالوا وبعدين نقول ايه اتخذ الله ولدا، يبقى احنا ده احنا كده قلنا كلام الايه الكافرين. مين اللي قالوا اتخذ الله ولدا؟ مين؟ ها؟ اليهود والنصارى وبعض مشركي العرب، يبقى دول اللي قالوا اتخذ الله ولدا.
ما لهم به من علم ولا لآبائهم. وقف حسن. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك قاتل نفسك أي مهلك نفسك. ربنا سبحانه وتعالى بيخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسليه ويعزيه ويخفف عنه. فبقول له إيه؟ بقول له لعلك باخع نفسك، يعني أنت تقتل نفسك وتهلك نفسك إن لم يؤمنوا. يعني موضوع الهداية دي بيد الله سبحانه وتعالى، هداية الإلهام دي. فقال له لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث القرآن. يعني يبقى هنا ما ينفعش إن احنا نقف عند على آثارهم. لعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا، يبقى إذا ما ينفعش، لأن لو وقفنا هنا يبقى احنا مش فاهمين معنى الآية، خدت بالك؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وكمان هنا استفهام، انتهاء الاستفهام هنا، وقف تام. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. صحيح ممكن تجد فينا وقف حسن، لكن ما ينفعش تبدأ تقول لنبلوهم، لأن اللام تعليل. يبقى إيه؟ ممكن لو نفسك وقف تقول زينة لها لنبلوهم أيهم، ولكن التمام إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم، شدد الياء، أحسن إيه؟ عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا، صعيد هو التراب، وجرزا أي لا نبات فيه، لا نبات فيها يعني، صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف، عرفنا أصحاب الكهف، طب ما الرقيم ده يطلع إيه؟ الرقيم ده إيه؟ هو حجر، حجر صخري أو لوح حجري مكتوب عليه أسماء اللي الجماعة اللي هم أصحاب الكهف دول، فيه أسماء أصحاب الإيه؟ الكهف. إذ أوى الفتية، يعني أذكر يا محمد إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ماذا كان قولهم؟ أيوة، ربنا آتنا من لدنك رحمة، هذه أول حاجة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يعني يا رب يسر لنا طريق الرشد والهداية. يبقى يسر لنا طريق الرشد والهداية، ده عادة يكون ملازمك على طول. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الأشموني في منار الهدى قال الوقف على رحمة جائز للفصل بين الدعائين، يعني ربنا آتنا من لدنك رحمة أدي دعاء، وهيئ لنا من أمرنا رشدا أدي دعاء، ولو وصلتهم ببعض لكان أحسن وأحسن، اللي هي عشان الدعاء يعني إيه يكون إيه متكامل. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. طيب مش معنى يا شيخ بشير قال ضربنا على آذانهم، ما قالش على أعينهم مثلا ولا على أي حاجة، بس إيه اللي قال آذانهم ليه؟ لأن الأذن أو السمع هو مناط ال بسرعة اللي هو الإدراك. الإدراك في إضافة عندك شيخ هشام؟ لأن الأذن حاسة السمع هي الحاسة الوحيدة التي تعمل عند النوم. بس إن جميع حاسة الأذن هي الحاسة الوحيدة التي تعمل عند النوم. أيوة. فالله عز وجل أراد أن يعزلهم عن أراد الله عز وجل أن يعزلهم عن كل ما يوقظهم، يعني كل ما يوقظهم وكل ما يحدث لهم أرق أو ضوضاء، ضرب على أذانهم، على أذانهم. يا سلام. عشان كده يا جماعة دايما السمع يجي قبل البصر في القرآن، السمع والإيه والبصر والفؤاد، إن السمع إن السمع والبصر والفؤاد كل كان عنه مسؤولة. يبقى فضربنا على أذانهم في الكهف سنين عدد ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين. ما تقولش الحزبين، تقول الحزبين، تعمل جهر للايه؟ للزاي. لو قلت الحسبين يبقى انت همست الزاي تحولت لسين. لما لبثوا امدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق يا محمد انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى. اللهم زدنا هدى وتقوى يا رب العالمين، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الفقير مع الذكر مع القرآن.